أصولها أرمينية، وقالت عن الزعيم عادل إمام إنه حبيبها والتوأم روحها. النهارده عيد ميلاد الفنانة لبلبة، واسمها الحقيقي نينوشكا مانو كوبليان، أصولها أرمينية بس اتولدت في القاهرة سنة 46. اتشهرت من طفولتها لما بدأت مشوارها الفني بتقليد الفنانين، واستمرت بعدها سنين في العمل السينمائي، وعملت أعمال درامية وكوميدية كتير، وأحدث أعمالها حسن ومرقص والبي رومانسي عائلة ميكي ودايما عامر. وتميزت لبلبة بجمالها وأناقتها من وهي صغيرة، فهي بنت عمة الفنانة فيروز والفنانة نيلي. اتجوزت مرة واحدة من الفنان حسن يوسف، واللي ما اشتغلتش معاه كتير، لكن أغلب أعمالها كانت مع الفنان عادل إمام، اللي قالت عنه أهم إنسان في حياتي وتوأم روحي وأجمل أعمالي عملتها معاه، وما أقدرش أتخيل حياتي من غيره. والمعروف عن لبلبة في الوسط الفني إنها شخصية قوية وأم حنونة ورومانسية، وكمان ضعيفة في نفس الوقت.